بسم الله الرحمن الرحيم. دي حالة بعتها لي طبيب، الكيس هيستوري بتاعها ان هي حصل لها ابورشن وبعدين دخلت في التهاب رحمي، حرارة فوق 40 ومنعت الاكل وكده كام يوم، وبدأ يديها مضاد حيوي، اشتغل بالسيفتي فور وخفض حرارة وكده، والحمد لله الحالة تحسنت من الالتهاب، وبعدين بدأ يظهر عليها هذه الأعراض اللي هي في الفيديو اللي احنا شايفينه. أعراض دي أعراض كيتوزيس. الكيتوزيس اللي هو الهايبوجليسيميا يعني، أو الكيتون بودي بتزيد في الدم، دايما بتحصل في صورتين. صورة إما يكون برايمري كيتوزيس، دي نتيجة إن بياخد عليها الحيوان، بيجيب لبن كتير وبياخد عليها مفيش فيها كمية كربوهيدرات كافية، فبيبدأ الجسم يحول أو يحصل على الجلوكوز من مواد غير كربوهيدراتية، فيبدأ يحصل زيادة في كيتون بودي في الدم وتظهر الأعراض العصبية. أو نكون سكندري كيتوزيس، تحدث بعد مرض زي حالة اللي قدامنا دي، لأن كان عندها مترايتس أو يكون عندها ماستايتس أو عندها إلى مرض معدي، حمى 3 أيام أو طفيليات دم أو أي حاجة. فلما بتدخل في المرض ده بتمنع برضو الأكل، بيحصلها ستارفيشن، فبتبدأ نفس الحكاية إنه يبدأ الحيوان يحول ويحصل على السكر من مواد غير كربوهيدراتية، وبالتالي تحصل لها كيتوزيس أيضا. فالحالة اللي قدامنا نعتبرها سكندري كيتوزيس. السكندري كيتوزيس بتظهر في تو فورمز، إما دايجستيف فورم أو نيرفس فورم، يعني ممكن الحيوان يمنع الأكل، حركة الكرش تقل، يحصل له إمساك زي أعراض سمبل اندايجيشن بالظبط، أو يجي له نيرفس فورم زي الصورة اللي شايفينك، الحيوان يلف حول نفسه، يلحس في نفسه، يلحس في القضبان الحديدية زي في الفيلم التاني اللي موجود. دي كلها أعراض نيرفس فورم بتاع الكيتوزيس. طبعا الحيوان بيمنع الأكل، اللبن بيقل، بيبدأ يخس، برضه بيحصل له إمساك وكده، ممكن يبقى الدايجستيف مع النيرفس فورم مع بعض. العلاج هنا مهم قوي، إن احنا بندي مصدر للجلوكوز يكون تركيز عالي، يعني أفضل حاجة أنا كنت بشتغل 50% نص لتر، ما كانش بشتغل ب 25% نص صباح ونص مساء لمدة يومين كده 3، وأدي أورالي حاجة تتحول في الكبد بعد كده لجلوكوز زي الكومبلكس بولوساكرايدز زي البروبيلين جليكول أو الجليسرين، وأدي ديكساميثازون عشان ديكساميثازون بيرفع إيه السكر في الدم. الدكتور بقى يعني انا لما شخصت له الحاله وقلت له العلاج، فبعت لي قال لي يعني يا دكتور ما لقيتش 25%، واضطريت ان انا استخدم ب 10%، والحمد لله الاعراض اختفت والحاله تحسنت. بس هنا في ملحوظه بعتها له، قلت له انك انت ممكن الحاله تاني بعد يومين ينزل تاني السكر في الدم وتبدا تظهر نفس الاعراض، فلازم تدي معاها اورالي بروبيلين جليكول يعني ربع لتر كده يوميا، او ربع لتر جليسرين من الصيدليه البشري، او في يعني في الميت خالص استخدم الملاسز او دبس والحاجات ديت اورالي مع الدكساميثازون زي ما قلنا. والجلوكوز هو بيدي 10%، فبيدي بقى كميه كبيره، المفروض يدي كميه كبيره يوميا، يعني يستخدم ازازتين صباحا وازازتين مساء لمده 3 ل 5 ايام، بس الافضل طبعا 25 او 50%. دي الحالة دي بتتشابه مع الريبز، قلت له خلي بالك ممكن يكون دي أعراض ريبز برضو أو بداية ريبز، لكن الحمد لله الحالة لما اتحسنت اتأكدنا إن هي كيتوز. طبعا احنا كنا بنشخصها في المزارع الحالة دي، نشتري شرايط كده اللي هي بتاعة تحليل البول البشري، وناخد عينة بول ونحط فيها الشريط، وتلاقي بيتكون لون فايلوت كولر في المنطقة بتاعة الكيتون تيست، يعني فيه اختبار للكيتون، بتلاقي اللون بيتغير للون الفايلوت، ده بيأكد ان هي كيتوزيس. وشكرا جزيلا.